السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأت في المحاضرة الماضية الحديث عن 10 tips for postponing before composite restoration، وتكلمت في تلك المحاضرة عن 5 tips تخص الخطوات الخمس الأولى من مرحلة ما قبل تطبيق البوند. اليوم إن شاء الله سنتابع ونتكلم عن 5 tips تخص خمس خطوات تتعلق بمرحلة تطبيق البوند نفسها. خلونا نبدأ. Ten tips for best bonding in dentistry, part 2. Tip 6. خطوة السادسة في خطوات تطبيق البوند هي البوند ابليكيشن. خطوة تطبيق البوند خطوة مهمة جدا انه تتم بشكل صحيح. يعتمد ذلك على انه نحن نعمل عملية رابينج للإنامل والدنتين بحيث يكون عملية الدعك هي مستمرة لمدة 20 ثانية. خاصة هذا الامر مع السيلف ايتشنج ادهيزيفز، لانه نحن في هاي الانواع من البوند بنعتمد على تعديل السمير لاير، ما بنشيلها مثل الاتش اند رينز او توتال اتش تكنيك. فنحن هون بنحتاج انه يتم عملية دفع قوية للمونومير وتنشيط الحمض من خلال عملية الدعك. طبعا هذا الامر حتى مطلوب مع التوتال اتش تكنيك، لانه كمان مع البوند العادي عملية الدعك بتساهم بانه نحن ندفع بالمونومير داخل التيوبولز او المايكروبولز اللي عملناها نتيجة الاتشينج. بدي اشير انا كمان لنقطة انه بعد عملية الدعك مفيد انه نحن بمناطق الزوايا نعمل مثل عملية دفع للبوند باتجاه الزوايا، وهذا الامر بيعطينا ضمانات بانه نحن وصلنا او عملنا اتشينج وطبقنا البوند على كافة اجزاء الدنتين. تيب 7. تيب 7 خطوة مهمة جدا جدا، والبعض بيتعامل معها بشكل سريع غير حذر. الحقيقة خطوة ازالة الزوائد خطوة هامة، ومن بعدها تبخير المذيب. تعتمد على انه نحن ما نعتمد على الهواء فقط في عملية ازالة الزوائد خاصة بالاسنان الخلفية. بيتم استعمال نفس الفرشة اللي بنطبق فيها البوند بس تكون جافة، ممكن نحتاج لأكثر من فرشة، ويتم إزالة الزوايد والحصول على طبقة متجانسة على كافة جدران الإنامل والدنتين للكافيتي، ومن بعدها بيتم تبخر المذيب أو انتظار حتى يتبخر المذيب 10 ثواني. ممكن خلال هالفترة تطبيق تيار هواء لطيف من الجانب ويكون السكشن الجراحي من الجانب الآخر لالتقاط أي زوائد أو ذرات متطايرة. هون بدي أشير إلى أنه عدم إجراء عملية إزالة الزوائد بشكل جيد حتأدي لحصول ظاهرة البولينج، وهي تجمع للبوند في بعض المناطق، وبيؤدي هذا لنقاط ضعف في ارتباط البوند. وأيضا عدم إزالة الزوائد أو ظاهرة البولينج حتأدي لنا لوجود هذا الخط اللي نحن بنشوفه دائما لما بنعمل أشعة، والحقيقة بيكون مدخل لحصول نكس نخر وأيضا لهايبرسنسيتيفيتي عند البيشنت ولظهور الخط الأبيض. من المهم إذن أنه نحن نشيل الزوائد بشكل كافي لتلافي هاي الظاهرة وما يترتب عنها من آثار سلبية. تيب 8 هي تطبيق طبقة مزدوجة من البوند، والحقيقة أنه هاي الخطوة دعمتها كتير من الستاديز. هاي دراسة بال 2021 بتأكد إلى أنه استخدام الفوسفور أسيد إيتشينج وبعده دبل لاير أبليكيشن لليونيفرسال أدهيسيف أكدت أنه عملت زيادة في ارتباط الميناء. دراسة تانية كمان بال 2019 أكدت على أنه تطبيق طبقة مزدوجة من البوند عزز لي الشير بوند سترينغث والشير فاتيك سترينغث مع اليونيفرسال أدهيسيف. والحقيقة أنه هذا الأمر مو بس مع اليونيفرسال أدهيسيف، هي دراسة أخرى للأدهيسيف دينتيستي جورنال 2019 بتأكد على أنه تطبيق طبقة مزدوجة من البوند بكافة أنواعه من السيلف إيتشينج بوند بكافة أنواعه الثلاثة سواء الجيل الخامس أو السادس أو السابع كانت أدت لزيادة الارتباط. وهذا الحقيقة ممكن تفسيره بأنه نحن عم نعمل بيتر سولفنت ريموفال، وأيضا عم نعمل إمبروفد ريزين إنفلتريشن لداخل الميكروبورز أو للدنتين تيوبولز. تيب 9. الخطوة التاسعة، نصيحتي المتعلقة بالخطوة التاسعة هي بعمل دنتين سيلينج. بدي أشير هون لأمر هو أنه تطبيق طبقة مزدوجة من البوند لا يتم بأنه نحن نعمل طبقة ونصلب ونرجع نعمل طبقة ونصلب، لا. نحن بنعمل طبقة أولى بكافة الخطوات اللي ذكرناها، بعدين نرجع بنعمل طبقة ثانية بكافة الخطوات بدءا من رجل العبوي بشكل جيد وانتهاءا بعملية الروبينج. بعدها بنرجع ونحط طبقة من الفلوبل كومبوزيت لنعمل شيء اسمه دنتين سيلينج.
والدنتين سيلينج الحقيقة هو كونسبت أخذناه من الإميديات دنتين سيلينج اللي هو عادة بيكون مع الإندوكراونز مع الأون إنلي والأون لي. قبل الإمبريشن بنعمل الدنتين سيلينج لحماية الدنتين أو البال. ونحن ممكن نستعير هذا المصطلح مع الكومبوزيت. بيؤدي أيضا وضع هاي الطبقة لعملية عزل لللوب أو للبالب، وبالتالي تخلص من الهايبرسنسيتيفيتي وتخلص حتى من الحاجة لعمل بيس من جلاس أينومير أو من أي كالسيوم هيدروكسيد أو الطرق المعتادة اللي كنا نحن نعمل فيها عزل، نحن خاصة مع السيلف إيتش أدهيسيف مع عملية تعديل طبقة الوطاخة ومن ثم طبقة تيبوند وفلوبل، بإذن الله لا يحصل فرط حساسية أو هايبرسنسيتيفيتي بعد الريستوريشن على الإطلاق. نطبق طبقة رقيقة من البوند. الفائدة الأخيرة اللي كمان تتحقق من هاي الخطوة هي أنه الفلوبل كومبوزيت يعمل نوع من عزل البوند عن الأكسجين. الأكسجين طبعا بيثبط عملية التبلمر أو البوليمرزيشن، فهذا الأمر بيكفلي أنه نحن نحصل على تبلمر كامل أجزاء البوند، وهي نقطة مهمة جدا وكريتيكال في نجاح البوند. وهي بعض الدراسات اللي بتأكد هذا الأمر. تيب 10 الخطوة الأخيرة نصيحتي فيها تتعلق باللايت كيور. أخيرا وصلنا لخطوة اللايت كيور. عملية تطبيق اللايت كيور بتكون بشكل عمودي، هاي أول تيب بدي أحكيها بخصوص هاي الخطوة. الأمر الثاني أنه نحن ممكن نعمل تصليب فترة أطول من المعتاد، ما في مشكلة بالنسبة للأوفر كيور في حال رغبنا بحصول على ضمانات بأنه البوند تصلب بشكل كافي ممكن. بس على الشيء اللي بدي أقوله أنه يفترض أنه دائما نعمل intervals بين كل تطبيق وتطبيق، ثانيتين أو ثلاث ثواني بين طبق 10 ثواني ونعمل بريك 2-3 ثانية. الانترفلز هاي مفيدة بأنه تعمل نوع من الراحة للبالب ومنع أنه يحصل أي irritation إله. بدي أقول كمان نقطة أخيرة هي أنه من الخطأ تحريك اللايت كيور أثناء التصليب، بل يجب أنه يطبق بثبات لحتى نحن نحصل على تجانس بالكيورينج لجميع أجزاء البون. شكرا للاستماع. هيك بكون انتهينا من 10 tips for best bonding before composite restoration. أتمنى الحقيقة أنه أكون قدمت شيء مفيد وجديد بخص أفضل نتائج لعملية البوندينج الهامة واللي نحتاجها يومياً تقريباً في العيادة. في حال وجود أي استفسار لدى الزملاء عن المحاضرة، أتمنى ترك الاستفسار في التعليق. أيضاً في حال رغبة في طرح أي مواضيع من خلال القناة، أرجو أيضاً كتابة ذلك في التعليقات. في حال أعجبكم الفيديو فأتمنى تضغطوا على اللايك، أيضاً زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. نحاول نشارك المحاضرة على أكبر قدر من الزملاء لتعمل فائدة. شكراً لإصغائكم والسلام.